عليكم. اليوم نهضر على موضوع مهم بزاف للنباتات الأشجار والتربة. موضوعنا اليوم هو الميكروفون والميكروفلور ولا الميكروفون والميكروفلور، ما يهموناش حنا نسموه لافون ولا فلور. هي النباتية اللي يتحلوا في التربة من بعد وينفعوا لنا النباتات. لافون هما الكائنات والحشرات اللي نلقاوها في التربة كينبشوا التراب. كاين سنتيبيد، كاين ميليبيد، كاين بزاف انواع تاع الحشرات اللي مهمين بزاف. حنا كنشوفوه نحسبوه حشره ضاره ونبغوا نقتلوه ولا نبغوا نقوا التربه تاعنا، وهما جزء لا يتجزا من الميديا الموجود في التراب اللي يساهم في النجاح تاع النبته. كيفاش نجمو نخلو هاد الحشرات يعيشوا وينفعوا لنا التربه وهاد البقايا النباتيه؟ الخطوه بسيطه هي اننا يجب نغطوا التراب تاعنا. يقول لك دائما تراب عريان، تراب فقير، تراب ضعيف، تراب ما ينفعش للزراعه، حتى اذا ناضوا فيه صوالح ما غاديش يكونوا ناجحين 100%. هاكا يتغطى التراب، نغطوه بالبقايا النباتيه. وكي نغطوه هنايا ونحفروا، ما على باليش يبان لكم في الفيديو، بصح راه كاين واحد الحشرات بويض صغيره يتمشاو، يمكن كنزيدو نحفرو كتر لقو الدود. وهادي هما لافون اللي رانا نهضرو عليها. وكي نغطو التربة تاعنا كيما هاكا تنجح لينا العملية هادي. والحاجة المفيدة في لافون هادو يهولنا التربة باش تكون كاينة اكسجين في الجذور، هكا يكبروا بزاف وبالتالي الشجره تكبر. وثاني يساعدوا في التركيبه الفيزيائيه تاع التراب ويكون تكون كاينه نفاذه في التربه. لا فلور حاجه الزوجه اللي هما هادو كاع البقايا النباتيه، اول حاجه يساعدوا انه يمنعوا لنا النمو تاع الاعشاب الضاره، هكا باش الشجره تطلع وحدها وما تكونش معاها منافسه. حاولوا تستثمروا في تغطية التربة البقايا النباتية، تقدروا تستعملوا تبن، تقدروا تستعملوا نجارة، تقدروا تستعملوا البقايا النباتية اللي تكون عندكم في الحديقة كما هكا تقطعوها مليح. عنده ديبواير دو فيجيتو يخرج أي حاجة نباتية ويطحنها ويستعملها فوق التربة. شكرا على المشاهدة، أتمنى تكونوا استفدتوا.